انا ما كنقولش ما بغيتش الزياده للمعلمين، بالعكس انا نقول لك شنو كنقول للمعلمين ديالي اللي كيشتغلوا في المدرسه اللي انا مشرف عليها، تنقول لهم لا احد يستطيع ان يؤدي لكم اجوركم الا واحد هو الله سبحانه وتعالى. علاش؟ حيت كنعرف شنو هي الخدمه ديال المعلم. المعلم الاخوان راه الا ما حماقش خاصو يحمد الله. المعلم ما يمكن يجازيه غير الله، والمعلم اللي معقول راه كيخدم ليل نهار، كيخدم باش يوجد الدروس، يخدم باش يصحح، يخدم باش ولكن كنقولوا المغاربه تيقولوا الشيء من الشيء نزاهه والشيء من قلت الشيء سفاهه. ملي يكونوا الامكانيات ما نعطيش للمعلم 1500 درهم، نعطيه الاجره ديالو ندير له 10000 درهم. المعلم باش يعيش بطريقه معقوله نسبيا في المدن بالخصوص، ديروا الحساب. انا داير الحساب، المعلم المواطن كله اقل شيء خصو 10000 درهم. ولكن ديك الساعات فاش كنت كنقول داك الكلام كانت الحرب اوكرانيا، وكنا غاديين باش غنبداو نشريو الدقيق ونشريو باش نشريو الحبوب باش نشريو، خصنا اموال طائله في ذاك الوقت. بداك يعطي الطرف مع، انا اعتبرت هذاك الشيء رشوه، باقي الجامعه عطاهم 3000 درهم على عقلتي. ولكن ما تنساوش باللي كاين الناس كيسمعوا كيشوفوا كيعرفوا شنو هي المصلحه ديال البلاد وشكون اللي عنده الشجاعه باش يدير الاصلاحات الضروريه. وهما دابا قال لك غيديروا الاصلاحات، قال لك غيحيدوا غيديروا وزعوا الدعم المباشر، مزيان ما عندنا ما نقول، ولكن مشاو حيدوا لواحد العدد ديال الناس، لامو النصف ديال الناس اللي كان عندهم الرميد حيدوهم، ما بقى عندهم والو ساكن. النصف كان 18 مليون دابا 9 ديال المليون اللي عندها التغطيه الصحيه، وعيالات كيتقطعوا. تيقول لك السي بكيران وقت كنا كنقبطوا 14000 ريال، دابا 10000 ريال، على 4000 ريال كيبكيو، ولكن اخلوش ما يفهمش شنو هي 4000 ريال. ما كيعرفش باللي العائله يمكن لها تعيش 4000 ريال بها سيمانه ويمكن اكثر، لان يلاه كتفكر تشري الدقيق والبوطا والزيت والسكر فهمتيني ولا لا، واتاي ولا بقى لها شي حاجه تشري شويه ديال العدس ولا شي حاجه فهمتيني ولا تعيش بها سيمانه. ما كيعرفش هو هادشي، ما يمكنلوش يعرفو، ما تيفهمش، لا يستطيع. لا دابا 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 باقيه 200 درهم كتعيش اسره. سول السي العربي قول له واش في البوادي 200 درهم كتعيش اسره ولا لا؟ ما كيفهمش هادشي. وانا قلت لك مرات جاتني كتبكي على 4000 ريال. علاش تحيد لهذا؟ لقيتي اللائحه مصوبه راضيه خليها وكمل عليها، ولا بان لك شي حد اللي ماشي هو هذاك، هذاك واخا. اما تمشي تبدا كتقول لهم شحال، واش عندك تلفزيون، واش عندك التليفون، واش عندك تقول لا جاك الرقم تحسب السعودي اذا نحيد لك هذاك الشيء. اش غتحيد؟ غير وجد راسك باش تدير الحساب على هذا الشيء كلشي اللي حيدتي امام الله سبحانه وتعالى. السياسه الاخوان ماشي هي دير الخطر للناس، درنا حنا الخطر للناس باش ولينا في رئاسه الحكومه، درنا الخطر للناس باش وقفنا في وجه الناس اللي خرجوا ب 20 فبراير. السي العربي كيتذكر ملي جيت لهنايا وتجمعنا في واحد الدار ديال واحد الشريف ياك السي العربي عقلتي، وجاو عندي المغاربه فهمتيني ولا كيتصنتوا ليا. قلت لهم انا ماشي غير اللي داز الطباله والغياطه غادي نتبعوا، انا حزب سياسي مسؤول، ولو كان تبعت انا ديك الساعه 20 فبراير فين غنكون اليوم؟ شكون اللي غيديها حتى فيا؟ ولكن حيت وقفت قلت لا هذه ماشي معقوله، هذه معقوله. ولكن الناس اللي سمعوه تيقول لهم غنعطيكم 2500 درهم، وقال لك غيعطي للناس اللي عندهم 65 عام غيعطيهم 1000 درهم، ما دارش الحساب، ما عرفش يدير الحساب. 22 مليار ديال الدرهم خصو باش يعطي للناس اللي عندهم 65 عام. وقلت له انا حلو، قلت له الا مشيتي درتي هذه والله انا نزيد في السياسه نهار، غنخرج من السياسه صافي، غنعمل الانهزام ديالي. البلاد الاخ الكريم محتاجه اللي غادي يوقف ويقول ايه ويقول لا، حيت معقول وحيت ماشي معقول. ملي غيقول دائما ايه غادي يوصلنا للكارثه، وديك الساعه اللي غيوصلنا للكارثه غتلقى انت قدامك غير الضباب.
نهار اللي تزيرت القضيه في 21 فبراير الياس العمري قلب الطياره ومشى لفرنسا، قال لك مشى يقرا، عاد بان لي يقرا. حتى دوز المصائب ديال العالم كامل وفهمتيني ولا لا، وخربق وزربق ورولها فهمتيني ولا لا، ومشى كيشري اليساريين باش يدخلهم للحزب والى اخره فهمتيني ولا لا، الحزب الذي حزب الكوارث الذي مازال مستمر الى الان، عاد بان ليه يمشي يقرا. هذاك راه يقري الشياطين هذاك. وماشي تقولوا لي الاخوان الفلوس، لا انا ما عنديش هذا المنطق، هذه الفلوس كيمشيو غير للصفقات، لا فلوس ديال الدوله من مهمتي الا كنت مسؤول ومن مهمتي الا كنت رئيس حزب باش نتكلم باش نحافظ عليهم. لولا قدر الله، لولا قدر الله ما تحلش المشكل ديال الحبوب نسبيا، باقي ما تحلش نهائيا، وشويه المشكل ديال المحروقات لو كان رحنا في حاله سيئه اليوم. وديك الساعات نقول لكم واحد القضيه، عقلوا على هذا الكلام، قد اكون حيا وقد اكون انتقلت عند الله، غادي يجيو الناس اللي غايقولوا الله يرحم السعود الاله الكريم كان ماشي هو اللي دار هادشي، راه ما تيقولوها دابا، هو تيقول الى حيدنا الى ردينا المقصه غنتقبل الميزانيه، والقجع تيقول لكم الى ردينا المقصه ما كاين لا تعليم لا صحه، واش ما كتسمعوش؟ واني خاصك يكون فيك الكوراج حتى انت، واش غير العداله والتنميه؟ العداله والتنميه زعما غير راه ملي تتكون القضيه راه بحال العداله والتنميه ولا واحده اخرى بحال انت في حاجه ان تقف في وجه العاصفه في الوقت المناسب، ما حتى تولي الفرحه وداك الشيء كلشي تيولي حصيل. ايوا المهم الاخوان ديال تمنصور اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولا تيسر باش نزوركم ولا الا كان شي حاجه اللي يمكننا نكونوا فيها وسطاء. السلام عليكم. وبعدا شكون نتوما بعدا؟ شنو هو الوزن ديالكم في هذا المجتمع؟ شكون اللي كان باقي عاقل عليكم كاع؟ يا سمحوا لي، لهذا شويه ان بو دوميليتي، شويه ديال الحياء وشويه ديال التواضع وشويه ديال